ومع دخول الحرب في أوكرانيا يومها 21 انبرى رؤساؤها كل من الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأوكراني إلى الحديث عن الحرب وأسباب اندلاعها، وكل واحد منهما له وجهة نظر. الرئيس الروسي أعاد استعراض أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا مجددا، التأكيد على أن أهدافها كانت حماية أمن البلاد ولضمان ألا تكون أوكرانيا منطلقا لأعمال عدائية ضد روسيا. حديث الرئيس بوتين جاء بعد ساعات من خطاب ألقاه زيلنسكي عبر تقنية الفيديو أمام الكونغرس. سلطان القيسي يضعنا بصورة أبرز تصريحات الرئيسين وما قدماه من مقاربات. أهلا وسهلا بك سلطان. إذن استمعنا اليوم إلى تصريحات زيلنسكي وإلى تصريحات بوتين، وكان لكل طرف مطالبه الخاصة، وبالتالي تساءل الكثيرون اليوم عن ما إذا كان هناك نقطة التقاء بين الزعيمين وبين المطالب التي تم توجيهها اليوم. كل التفاصيل معك سلطان. نعم زيرالدا، برغم المطالب المتعاكسة التي قدمها الرئيس بوتين من خلال خطابه والرئيس زيلنسكي أيضا من خلال خطابه، إلا أن هناك نقطة في هذين الطريقين المتعاكسين تلتقي فيهما السيناريوهات المطروحة من موسكو ومن كييف، ولكن الغرب يختلف على هذا السيناريو. في المحصلة ما زالت المفاوضات جارية، والتعويل الكبير يعني بعد هذه التصريحات يبقى فقط على نتائج هذه المفاوضات. سوف نستعرض الآن كما ذكرت أبرز تصريحات الرئيسين وما قد تؤدي إليه هذه التصريحات. كل التفاصيل معك. مفاوضات تتمخض ولا تنجب شيئا، وحصار مطبق على عدة مدن أوكرانية رئيسية، وإصرار روسي على ما أسماه الرئيس فلاديمير بوتين سابقا قضايا أمنية جوهرية، وتشبث أوكراني بالعباءة الغربية. وفي هذه الظروف وفي يوم واحد يشق خطابان للرئيسين الأوكراني فولودومير زيلنسكي ونظيره الروسي طريقين متعاكسين، بما يهدد صياغة حل الأزمة وهي تتم أسبوعها الثالث. الرئيس الأوكراني وفي خطابه الثاني أمام الكونغرس الأمريكي عبر تقنية الاتصال المرئي أعاد دعوته حلف الناتو بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا من شأنه أن يوقف الحرائق التي تشعلها روسيا فوق رؤوس الأوكرانيين. وبعد أن قدم امتنانه للمساعدات الأمريكية أعاد زيلنسكي المطالبة بمساعدات أكبر تمكن بلاده من الصمود أمام الغزو الروسي، وكأنه يقول إن العقوبات لا تفت في عضد موسكو، معززا ذلك بشكواه من تدني سوية عمل المؤسسات الدولية التي لم تتمكن من إدانة روسيا بفم ملآن. الغرب متمثلا بحلف الناتو وشركائه يقول في المقابل إنه أوقع بيد على روسيا أطول قائمة عقوبات منذ الحرب العالمية الثانية، أملا بتغليظ الضغط عليها وكبح جماحها، وبيد أخرى قدم العون على مختلف الصعد لأوكرانيا عبر الدعم المالي المتنوع الذي لم يتوقف، والدعم العسكري متعدد الجبهات، والدعم اللوجستي عبر احتواء اللاجئين وفتح باب التطوع للمقاتلين. حتى واشنطن قالت إنها ستسعف فما زيلنسكي بمساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار لترفع القيمة الكلية لدعمها إلى مليار دولار أمريكي. أما الرئيس الروسي بوتين ففي خطاب أمام حكومته طمأن شعبه بأن الاقتصاد الروسي يملك جميع الموارد اللازمة لحل المهام طويلة الأجل، وأنه يتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته العقوبات، مؤكدا أنه لا رجعة عن طريق يشقه جيشه. ومن جهة أخرى وجه خطابه لشعوب أوروبا وأمريكا مشيرا إلى أن العقوبات تشكل ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره قبل أن تضعف الاقتصاد الروسي، ووجه بصرف مساعدات لشرائح عدة من الشعب الروسي وبث البضائع في الأسواق عوضا عن تصديرها، واتهم الغرب الذي قرر تجميد احتياطيات بلاده بالسرقة، مؤكدا أن روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية
خلافا للغرب. وبرغم إصرار بوتين على الحرب حتى تحقيق أهدافه، فإن الغرب يتجنب قرار الحظر الجوي في السماء الأوكرانية تلافيا لدق الحجر الغربي بالحجر الروسي، بما يقدح شرارة قد تنذر بحرب عالمية ثالثة. هذا الطرح يمكن وضعه في جملة مفيدة مع عبارة بوتين القاضية بعدم التخلي عن نزع سلاح أوكرانيا وإعادتها إلى الحياد، لتصبح الحقيقة الراسخة أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا، بما يقود إلى انتظار نتائج المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف ومحورها حياد أوكرانيا. هذه الظروف إذ تجتمع تدفع الرئيس الأوكراني للاعتراف على الأشهاد في خطابه أيضا أن أبواب الناتو أصبحت مغلقة في وجه بلاده، بما يمكن عده خطابا داخليا تمهيديا للعدول عن انخراط غربا بمفهومه الأقصى. إذن زيرالدا، برغم هذا التشدد في الموقف الروسي من جهة والموقف الأوكراني من جهة، إلا أن الرئيسان يتفقان من حيث يختلفان على أن الطريق الوحيد الممكن اليوم لبلوغ حل هذه الأزمة هو المفاوضات. يعني عندما يقول الرئيس الروسي إنه مصر على حياد أوكرانيا وإعادتها إلى الوضع التي كانت عليه، يقول الرئيس زيلينسكي إن أبواب الناتو أصبحت اليوم مغلقة أمام بلاده، إذن نحن أمام نتيجة واحدة برغم تعدد الصياغ. صحيح، مع أنه الغرب لا يذكر المفاوضات، يعني وهناك صمت دبلوماسي أوروبي حيال المفاوضات. شكرا لك سلطان القيسي على كل هذه المعلومات المهمة. أرحب بضيفي من واشنطن، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون، وأرحب بضيفي من موسكو الدكتور فايز حوالة الكاتب المختص في الشأن الروسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ بضيفي من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي. وفي الحقيقة قبل قليل بايدن صرح بتصريح لافت، وقال بأنه يصف بوتين بأنه مجرم حرب. هل هذه نقطة تحول أو نقطة اللاعودة؟ كيف نصف هذا التصريح؟ هو تكريس لنفس الرؤية التي كانت للبيت الأبيض بأنه لا يمكن الثقة في نوايا الرئيس بوتين، خاصة وأن الاستخبارات قبل أكثر من شهر ونصف كشفت أن هناك استعداد عملي لغزو روسي لأوكرانيا. فالآن هناك الخطاب الصارم اعتبار بوتين مجرم حرب، لكن أيضا هناك السؤال في واشنطن ماذا بعد؟ لاحظنا اليوم أن هناك الآن حزمة مساعدات قوية ب 13.5 مليار دولار أقرها الكونغرس ووقع عليها الرئيس بايدن لصالح أوكرانيا على الصعيدين، يعني العسكري تقديم مساعدات عسكرية وعتاد، بعض العتاد طبعا وليس كل ما تتوخاه القيادة العسكرية في كييف، وأيضا مساعدات إنسانية سوف تفيد في عدة مجالات حيوية، إعادة الإعمار وأيضا الحد من مضاعفات النزوح واللجوء الذي يضطر إليه الآن عدد من السكان الأوكرانيين. لكن في نفس الوقت حتى وإن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ليس هناك رد عسكري وأيضا انتظار لأن تصل العقوبات إلى حد معين، هناك انتقادات. طيب، ولكن دكتور فايز، نعم دكتور محمد، يعني أنت ذكرت بأنه يتم تزويد أوكرانيا بالمزيد من السلاح، وهذا ما حذرت منه موسكو، وقالت بأنه من يمد أوكرانيا بالسلاح يعتبر هدفا معاديا لها. وبالتالي ألا تعتقد بأنه هذه الخطوة التي خططها الولايات المتحدة والتي طالب بها زيلينسكي ستزيد من التصعيد بين موسكو والغرب؟ لا شك أن الموقف متصلب بين الغرب والكرملين، ليس هناك منصة دبلوماسية ولا تقارب، ولاحظنا أنه حتى خلال مؤتمر الدبلوماسية في تركيا قبل أيام حضر وزير الخارجية الروسي وتناقش مع نظيره الأوكراني، والآن نتحدث عن الجولة الرابعة من مفاوضات ثنائية بين موسكو وكييف. كان من المفترض أن
تسهم هذه المفاوضات في مفاوضات أهم، وهي المفاوضات بين الكرملين وحلف شمال الأطلسي والبيت الأبيض. هذا ما أتوقعه أنا منذ فترة، بمعنى أن الحل لا يكمن فيما هو أوكراني روسي، ولكن في إجماع كل الأطراف على ضرورة التفاوض على مائدة مستديرة، وأن يستمع كل طرف الغربي والروسي إلى الخشية المتبادلة، وبالتالي تبدأ عملية ريكيفيك جديدة أو سياسة طيب وفاق. كيف ذلك دكتور محمد إذا كان موضوع المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا غائب بين الزعماء الغربيين، يعني وهناك صمت دبلوماسي أوروبي أيضا، لا نسمع أي تصريح عن أهمية المفاوضات الأوكرانية الروسية اليوم، ألا يعني هذا بأنه هناك تحت الطاولة ربما فكرة للتصعيد العسكري أم ماذا؟ ليس للغرب نية في التصعيد العسكري أو الدخول في مواجهة مع روسيا، الغرب حذر من مخططات الكرملين، لكن إذا نظرنا إلى الأمر الواقع بمنظور محايد نرى أن الغرب لا يريد التدخل عسكريا، فإذا ترجمنا هذا إلى إدارة الأزمات والصراعات هو نوع من التوافق على أنه إذا كانت أوكرانيا الآن في هذا الوضع وربما تصبح هي كبش الفداء، بمعنى أن الغرب قالها صراحة أنه لن يتدخل فيه عسكريا لأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي. إذن البراغماتية الغربية واضحة في هذا المجال. إذن بعبارة أخرى يمكن أن نترقب أن هناك نوع من القبول بالأمر الواقع، لكن ألا يتجاوز الغزو الروسي الأراضي الأوكرانية. طبعا وإن كان هناك تنديد بما يفعله الروس وهذه المساعدات، هذه فقط إدارة الأزمة، ولم نرى أن هناك جهود قوية إما لردع الكرملين بما يكفي أو فرض أمر واقع جديد بالتنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة. إذن الخيار العسكري هو ضعيف، يبقى فقط خيار متبادل أو ثنائي. بعد الأول إنزال أكبر عقوبات ممكنة على الاقتصاد الروسي حتى يصل السكين إلى العظم، نعم. وأيضا مساعدة الأوكرانيين إلى أكبر حد ممكن من الناحية العسكرية، من الناحية التكتيكية وما إلى ذلك، لكن أراها كلها فقط عبارة، نعم، عن إدارات مختلفة من قبل الكرملين ومن قبل الغرب. يعني هناك خيط رفيع في الحقيقة، يعني يجب على الناتو إمساكه اليوم والدول الغربية. سأعود إليك دكتور محمد، ولكن دعني أعود إلى الدكتور فايز من موسكو، أعذرني أطلت عليك. أمين عام الناتو قال بأنه نحن مستمرون في دعم أوكرانيا، كيف نقرأ هذا التصريح؟ وألا يعني هل هناك من مخاوف لانزلاق لحرب عالمية ثالثة دكتور فايز؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم الأكارم ولضيفكم الكريم. بكل تأكيد هذا ما يخشاه العالم أجمع، وهذا ما أعتقده بأن الجميع اليوم يلعب على عامل الوقت وخاصة الجانب الغربي. فعامل الوقت مهم للغاية، لأن جميع العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا الاتحادية والعقوبات الدبلوماسية إن صح التعبير لم تؤتي ثمارها المرجوة من قبل الغرب على روسيا الاتحادية، ولكن نلاحظ بأن هذه العقوبات أخذت تنعكس بشكل مباشر على تلك الدول التي فرضت العقوبات رغم قساوتها ورغم أنها سوف تؤثر على الاقتصاد الروسي بكل تأكيد، ولكن ليس كما سيؤثر على تلك الدول. يعني مثلا على سبيل المثال رأينا كيف هي أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية والتضخم، مما دفع برفع مستوى الفائدة اليوم، وسوف ترفع عدة مرات في هذه السنة أيضا. وهذا الأمر يدل على مشكلة يعاني منها الاقتصاد الأمريكي بكل تأكيد. هذا من ناحية. أما من ناحية الدول الأوروبية أيضا، انعكاسات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا الاتحادية أيضا بدأت تظهر بشكل مباشر في جميع الدول الأوروبية بدون استثناء.
من دول البلطيق المجاورة لبيلاروسيا وروسيا وصولاً إلى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. طيب، وهذا دكتور ما أشار إليه اليوم بوتين في خطابه. نعم، هذا ما أشار إليه بوتين في خطابه بأن العقوبات ستنعكس على العالم أجمع. ولكن عسكريا عندما يقول الناتو والولايات المتحدة وبريطانيا بأنها ستدعم أوكرانيا بالأسلحة المتطورة الدفاعية هذه المرة، يعني ألا يخشى الغرب من تصعيد قد يؤدي إلى تصادم مع روسيا، وبالتالي نخشى من يعني الوصول إلى حرب عالمية ثالثة بين المعسكرين الغربي والشرق اليوم؟ بكل أسف الغرب اليوم يستخدم أوكرانيا ورئيسها النازي كورقة لعب حقيقية وأساسية وقوية في وجه روسيا الاتحادية التي لم تبدأ الحرب هي، ولكنها كنتيجة لمطالبتها بالضمانات الأمنية للوثيقة الأمنية التي تقدمت بها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، ولم تلقى أي رد على أي سؤال من الأسئلة التي وجهتها من أجل الضمانات الخطية المكتوبة الموثقة من أجل ضمان الأمن القومي الروسي. أما بالنسبة للأمين العام لحلف الناتو، فأنتم تعلمون بأنه هو موظف بيروقراطي لا أكثر ولا أقل، وهو تنتهي مهمته في الشهر 9 من هذا العام، أي لم يبقى له الكثير. ولكن ما يفعلونه عمليا هو تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والأسلحة بكميات كبيرة جدا للغاية. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه على القيادة أو الرئاسة في أوكرانيا، إلى متى وإلى أين سوف تتجهون بهذه الأسلحة؟ هذه الأسلحة أتت لتقتلكم، ليس لتقتل الروس. لذلك يجب عليهم أن يعوا تماما بأن ما يفعله الناتو والدول الغربية هي فقط استخدام أوكرانيا والتضحية بالدماء الأوكرانية من أجل. ولكن دكتور فايز، يعني لكل طرف روايته الخاصة، يعني هذه الرواية الروسية، ولكن السردية الأوكرانية مختلفة، وهو يرى بأنه هو يحارب من أجل سيادته وحماية أراضيه. طيب، ولكن يعني بما يخص يعني نزع السلاح، السيد أوراغ رمضان من كييف كان معنا قبل قليل وقال بأنه يعني كييف ترفض نزع السلاح، وهو ما طالبت به روسيا اليوم كشرط من شروط التسوية. إلى أين نذهب اليوم؟ سوف تذهب بكل تأكيد أوكرانيا وبدون أي شك إلى الشروط الروسية، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الأمن القومي الروسي يبدأ من أوكرانيا وينتهي في كل روسيا الاتحادية. العلاقات ما بين الشعبين الروسي والأوكراني أكبر بكثير من أن يقتحمها الناتو والنازيون الجدد من أجل إدخال التفرقة التي بدأت منذ العام 2014 بالمناسبة، ومنذ الإبادات التي مارستها النازية الجديدة في منطقة الدنباس، والتي سكت عنها كل العالم وكل الغرب المتحضر بين مزدوجين أو المدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. واليوم عندما بدأوا بضخ هذه الأسلحة أصبحوا يدافعون عن حرية واستقلال أوكرانيا. هذه الحرية والاستقلال هل هي لحرية واستقلال أوكرانيا أم من أجل المخططات الجهنمية السياسية والجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة؟ وقدمت دول الاتحاد الأوروبي بالمناسبة نفسها كقربان، ودول انتحار أوروبي وليس اتحاد أوروبي، من أجل تنفيذ الأوامر التي تأتيها من الولايات طيب المتحدة الأمريكية. هذا السؤال دكتور ربما يعني سيجيب عليه الدكتور محمد الشرقاوي من واشنطن. يعني كما سمعت، يعني موسكو ترى بأن الغرب جر أوكرانيا إلى هذه الحرب، وباتت أوكرانيا ساحة صراع بين الغرب وموسكو. كيف تجيب على هذا الكلام؟ ضيفك يقدم قراءة بوتينية ممعنة في القومية الروسية، بمعنى أن روسيا ملاك طيب وأن الشيطان في الغرب. ودعنا نتساءل، من شن الحرب على أوكرانيا؟ لا أعتقد أن الحلف أو الاتحاد،
الشيطان. طيب أنا لا أدافع، أنا لا أدافع عن، أنا أتحدث بمنطق الصراعات، يعني لا 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 أدافع عن موقف. أنا أنتقد بايدن كما انتقد بوتين وكما انتقد ترامب. المسألة ليست في أنني أقف يعني وجه لوجه، ليس هذا هو بيت القصيد، لكن فقط أريد أن أدافع عما أعتبره حرمة الوقائع، حرمة الحقيقة. أعتقد أننا في عام 22 نشهد حربا مفتوحة. أسأل نفسي وأسأل من يهتم، من حرك المدفعيات والدبابة؟ وأيضا أسأل نفسي وأسأل الجميع، لو كانت العواصم الغربية بما فيها البيت الأبيض وبروكسل بنفس المزاج العسكري المتشنج، كنا الآن ربما ترابا حطيما، يعني كنا ما بعد الحرب العالمية الثالثة، وقد يموت أغلبنا. إذن ينبغي ألا نخرج يعني من حقيقة ما يقع الآن. باختصار، الكريملين يعتبر أوكرانيا غرفة عمليات لاستعراض القوة لفرض الأمر الواقع ولدفع حلف شمال الأطلسي بعيدا عن شرق القارة. الغرب الآن لهم شيطنتهم ولهم أيضا بعدهم العقلاني، أنهم لم يجاروا كريملين في هذه المغامرة العسكرية، لم يتم تحريك صواريخ حلف شمال الأطلسي، لم تطلق أي قوات غربية طلقات داخل أوكرانيا، لم يمت أحد من الأوكرانيين برصاص غربي وإنما برصاص روسي. فأرى أنه من حقيقة الواقع أننا على الأقل نتمسك بهذه الوقائع الآن ونبني عليها تحكي يعني تحليلا واقعيا. أما فقط أن نسقط كل هذا التخوين وهذه الشيطنة وندافع عن بوتين، يعني هذا خطاب يعني مشروخ، عفى عنه الزمن. طيب هذه دكتور محمد، يعني أتفهم هواجسك، ولكن أيضا الغرب اليوم يعني يزود أوكرانيا بالسلاح وبشكل واضح، يعني واليوم هناك تزويد لأوكرانيا بأسلحة متقدمة جدا قد تغير من موازين القوى العسكرية. نعم. على الأرض. نعم. وبالتالي يعني وكأننا ندور في دائرة مفرغة. أولا الغرب لم يقدم ولن يقدم المعدات والعتاد المتطور لإسقاط طائرات مثلا، مثلا الغرب لا زال يرفض طلب زيلينسكي بمنع حظر الطيران الروسي في الأجواء الأوكرانية. ماذا يفعل الغرب؟ هذا العتاد وهذه الذخيرة يذهب إلى الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم. هناك فرق بين أن تكون مهاجما وأن تتمسك بحقك في الدفاع وفي المقاومة. هذا العتاد الغربي الذي يصل إلى أوكرانيا بالحد الأدنى هو فقط لدعم قدرات هؤلاء الأوكرانيين جيشا ومدنيين للدفاع عن أنفسهم. إذا فرق بين أن نجعل المغير بمثابة الضحية ومن يسعف الضحية يعتبر أيضا يعني هو المسؤول. لا، المسألة تبدأ من أين بدأ الفعل وما هي ردات الفعل. الفعل بدأ في موسكو، بدأ بتحريك 190 ألف من الجنود الروس إلى داخل أوكرانيا، ووضع الأوكرانيون في موضع يعني لا يحسدون عليه. الغرب الآن يتريث، يعني ليس هناك تلك الهرولة التي كنا نتوقعها بأن الغرب سوف يقحم أوكرانيا في حرب ضروس أو تصبح أرض محروقة. الغرب مهما قيل على الأقل هناك عقلانية في عدم مجاراة المغامرة. طيب. العسكرية التي تبنى. اسمح لي بما تبقى من الوقت أن أسمح بتعليق للدكتور فايز، وربما أيضا أذكر بما قاله لافروف في أحد تصريحاته بأنه الغرب أدار بالماء البارد على مطالب زيلينسكي عندما لم يتدخل على الأراضي الأوكرانية، وأنه ما زال هناك صوت من العقلانية في داخل يعني الدول الغربية. طبعا بداية دعوني أرد على الدكتور الشرقاوي بالشكل التالي. تحدث هو عن موضوع تحريك من تحرك أولا المدافع والدبابات. العزيز الدكتور محمد الشرقاوي أول من حرك المدافع والدبابات كان في العام 2014 عندما تحركت الدبابات والمدافع وبدأت بالإبادة الجماعية في منطقة الدنباس، وهذا الأمر واضح للعيان. عندها كان بيتكم الأسود والاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، ليس بيتي، ليس بيتي يا سيدي، بيت الأمريكان، شكرا انه ليس بيتك، كانوا ينظرون
ولا أحد يتكلم ولا يتحدث على الإطلاق. واليوم عندما بدأت العملية العسكرية من أجل الدفاع عن الإنسان التي لطالما دول الاتحاد الأوروبي كانوا يرفعون هذه الشعارات الطنانة بالدفاع عن حقوق الإنسان، أصبحت روسيا الاتحادية هي دولة معتدية، وأصبحت على لسان الرئيس بايدن الذي نعت الرئيس بوتين بداية بالقاتل واليوم بمجرم حرب. من هم مجرمي الحرب؟ ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ودول ناتو في ليبيا، في أفغانستان، في يوغوسلافيا، في العراق، في كل مكان تواجدوا به؟ هل نشروا الديمقراطية؟ هل حققوا حقوق الإنسان؟ أم أنهم ينفذوا فقط مآربهم السياسية وينهبون خيرات وثروات الشعوب؟ واليوم الدور على أوكرانيا، هم يريدون من أوكرانيا ومن الشعب الأوكراني أن يتفضل. نعم وصلت الفكرة دكتور محمد، بعشرين ثانية لو سمحت يعني ترد على الدكتور فايز. يعني أرد باختصار، يعني قد نقضي ساعات ونحاكم هذا الغرب، وأنا من الذين انتقد أكبر خطيئة سياسية وقعت فيها الولايات المتحدة هي حرب العراق وناهيك عن حرب فيتنام وإلى ذلك. لكن ما يهمني الآن 20 ثانية، ماذا تفعل روسيا؟ هل هي تصحح هذه الخطايا أم هي ترتكب خطيئة أكبر؟ وأعتقد أن الأمن القومي الأوروبي مهزوز، الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العالمي يتأثر سلبيا، ندخل في حالة ركود، نصل إلى مجاعات في بعض المناطق، كل هذا فقط لأن سيد الكرملين يريد أن يستعرض القوة وأن يصبح إمبراطورا في هذا العصر، وقد تجاوزنا عهد الإمبراطورية. وصلت الفكرة يعني النقاش والجدال يطول، لم يبقى لدي من الوقت. الدكتور محمد الشرقاوي من واشنطن، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون، ودكتور فايز حوالة من موسكو، الكاتب والمختص في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لكما.